دونك اليوم وتبعا لإعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكيغالي لتقدم المملكة المغربية إلى جانب إسبانيا والبرتغال بترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030 إن شاء الله، فانعقدت اليوم الجلسة الأولى للجنة التي ستشرف إن شاء الله على تقديم هذا الترشيح المشترك مع مختلف القطاعات الوزارية لتدارس أهم المحاور التي سنشتغل عليها إن شاء الله في المستقبل القريب لإعداد هذا الترشيح المشترك لتحقيق مشروع رائده وراعيه الأول هو صاحب الجلالة نصره الله، ولتحقيق حلم راود الشعب المغربي لسنوات طوال سنة 2030 إن شاء الله. تيلي بلوس، تميز ومصداقية.